بعد هزيمتهم في المكلا يلجأ عناصر تنظيم القاعدة إلى المناطق النائية والريفية، وهناك يبحثون عن مواقع للتحرك تحت مسميات عديدة ويقيمون النقاط ويحيون النعارات. وصل الحال بهم إلى محاولة إنعاش تصنيع المتفجرات والتي تم تدمير العديد منها في عمليات دهم سابقة، ومن خلالها يعلنون مجددا عن قدرتهم وعن بقائهم في الساحة. والأسبوع الفائت حاولت عناصر في التنظيم الهروب عبر استخدام ملابس تنكرية وفق تصريحات قائد المنطقة العسكرية الثانية، لكن ذلك لم يفلح وفق ما قاله ذات القائد. كما لم تفلح أيضا محاولة هروب عناصر التنظيم الأجنبية والتي عاشت في المكلا فترة سيطرة التنظيم مغطاة الوجوه، وفق ما قاله الأهالي الذين أدلوا بشهادات عقب تمكن الجيش من السيطرة على المكلا، وقالوا أن الأعداد لم تكن كبيرة وكانوا فقط يستخدمون في مهمات محدودة داخل المدينة. ومع مرور الوقت تتبدى ملامح ما كان يقدم عليه التنظيم وما كان يسعى إلى تنفيذه من بسط نفوذ ومن سيطرة تحاكي ما تقوم به ميليشيا الحوثي التي تبسط نفوذها على العاصمة وتجبي الأموال وتجني الموارد وتخبي عن الأنظار أفعالها كما يفعل التنظيم.